يا ديد وي اي Sem um vídeo. ان شاء الله وفقنا ماسيكو باش نديرو هذا الشيء.
كنا اسبوع لم نتلقى البطولة الرسمية، دونك كان محط علينا اليوم نخرجوا في ثلاث سنين تأشكيل الأساسي اللي نبداو به إن شاء الله البرومي ماتش ضد اتحاد الكراش. العموم أنا نضم عليك الفريق يقولوا راه واجب، درنا بون جو الحمد لله، عمر الوقت اللي فهموا كل واحد يعرف الدور تاعو، وما نساوش قلت لك اي فريق فريق من اللاعب الجماعي اللي غاب تاعو في ارضيه الميدان لما يتفرج لما يضيع الكره ولا ما يكون عنده الكره. اليوم الحمد لله شفنا اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا انتيليجمون فوق التيران، سي فري مازلنا ما خلاش يعني كوريا 100%، ولكن كاين امور يعني ايجابيه اللي تخلينا نستمر في العمل تاعنا ولا يسهلوا لنا ربما يعني باش نرفعوا رابيدمون لو نيفو تاع ليكيب هذه. ربما الاشكال الوحيد هو كيفاش ننهيو الهجمه تاعنا، كان نبنيو الهجمه تاعنا مليح نقتربوا مليح من المرمى، ولكن اللمسه الاخيره ولا اللوحه الفينيش تاعنا ما كانش في المستوى، وهذا النظر قلت لك ضيق الوقت ونقص في التقديم. على العموم كما قلت لك كي احنا كي حمر على ما نساوش رانا كي العربان رانا ما عندناش من نتدرب وما عندناش من نمشوا، رانا في كل سمانه كندور من ملعب الى ملعب، والاسباب راهي معروفه، راهي حاليا يجلو في الملعب تاع مدينه عنابه الشهر. على كل حال معليش احنا مستعدين يعني باش نضحيو ونخليو ان شاء الله الفريق الوطني يعني البريطو الجزائري تنظم البطوله هذه، ولماذا ان شاء الله علامة كبيرة، نخلي إن شاء الله النظر يعني اللي تشرف الجزائر، لأن ذكرى حتى معروفة للمستوى الإفريقي، ولما لا حتى للمستوى الدولي، لأن راه كلش مفرح الآن. دونك نحاول إن شاء الله كيفاش نسيروا بداية البطولة تاعنا، حس يعني المجهودات تاعنا، ونحاول يعني كيفاش يعني نحصل على أحسن نتائج إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله الجولة الخامسة ولا السادسة باش ناخذ تكون عندنا النظرة الشاملة على الفريق تاعنا.